خطة رائعة جدا راح تفيدك بتعليم اللغة الإنجليزية. وياكم الأستاذ محمد النوفلي، وإن شاء الله اليوم راح أحكيلكم على بعض النصائح البسيطة اللي راح تفيدك إن شاء الله بتعلم اللغة الإنجليزية، وراح أعطيكم بعض المصادر اللي راح تفيدك حتى تتعلم لغة إنجليزية وتستغل وقتك. النقطة الأولى يا أخوان، أحب أقول لك هاي الشغلة، كلنا مشغولين ولا راح تفرغ طول حياتك. خلي يكون بعلمك أنت بهذا وقتنا بهذا عصرنا اليوم، احنا كليتنا مشغولين يا اخوان، والله العظيم والله العظيم. هسه انا اصور الفيديو وياكم وعندي 20 شغله عفيتها وجيت صورت الفيديو. اذا ما واحد يجبر نفسه، اذا ما واحد يضغط على روحه، اذا ما واحد عندك شغل الغي شغلي، لان اللغه الانجليزيه راح تفيدك بكل امور حياتك مو بس بدراستك. اذا ما تجبر نفسك صدقني والله ما راح تبدي. اذا ما جبرت نفسك جبر زين عين. طبعا لذلك اكو طلاب قاعد يراسلوني يقولون الاستاذ سوي لنا دوره. انا عندي دوره، انا اليوم ما قاعد احكي عن دوره اللغه الانجليزيه اللي انا راح اسويها، لا راح احكي لكم شلون تتعلم وحدك انت اصلا يعني. فحتى ما حد يقول ها استاذ محمد هذا يسوي اعلان بلاش. اللي اريد اقول لك اياه، كليتنا مشغولين وكليتنا عندنا التزامات، واذا ما جبرت نفسك الله وكيلك ومحمد كفيلك، تظل 10 سنين وعلى هذا وضعك. اجبر نفسك جبر، انت اضرب وضع ظروفك، ما حد يدعو فيها. انت شنو ظروفك؟ انت اذا ما جبرت نفسك صدقني ما راح تتعلم. هاي النقطة الاولى. النقطة الاخرى يا اخوان، حاول تحيط نفسك باللغة من كل نواحيها. يعني شنو هذا الحكي استاذ محمد؟ اخوان اللغة الانجليزية اذا انت ما تعاشرها، اذا ما تكون خويها، صعب تتعلمها. يعني شنو؟ احكي لي بالواضح المبين يا استاذ محمد. بكل بساطة يا اخي، اشترك بالقنوات البي بي سي، اشترك بصفحات لغة انجليزية، شكو شخص اجنبي مشهور انطيه متابعة. يعني حيط نفسك باللغة. اذا انت عندك تواصل اجتماعي، اذا انت قاعد بغرفة وتشتغل بغرفة مشغول دائما، حاول تجيب وياك جريدة باللغة الانجليزية تقرأها. اكتو تعرفون يعني، حاول تحيط نفسك باللغة. انت مرة تحبين المكياج وهاي السوالف، ضروري جدا ضروري جدا تتابعين هاي المكياج وهاي السوالف بالانجليزي. انت تحب الرياضة، تابع مباريات باللغة الإنجليزية. حيط نفسك باللغة على مود تعيشه واجبر نفسك عليها. يعني انت من تتابع اوتوماتيكيا، من تتابع هذا الشخص راح يظهر قدامك وراح تقرأ، راح تتعلم شيء جديد. يعني تابع مترجمين، شكو شخص تابعه. يعني لفظ حيط نفسك باللغة، هاي كلش راح يفيدك ويستمر وياك يجبرك على التعلم. النقطة المهمة يا اخوان، اي شيء تسمعه حاول تترجمه الى الانجليزي. يعني شنو استاذ؟ يعني حاول تحكي لغة انجليزية ونفسك. استاذ انا ما اعرف اسولف الانجليزي ويا نفسي، هو انا ايش معرفني انا؟ يعني لو اعرف لا تعرف انت. هسه انا احكي لك كلمة، انت هسه قاعد تسوي؟ قاعد اشوف الفيديو. يلا حاول تترجم كلمة اني اشوف الفيديو، اي واتش فيديو. ها هاي متساوي احكي انجليزي. اذا انت لازم هاي جمل، هاي راح تغيرك، راح تغير مستواك بالانجليزي من الصفر الى الفل. والله العظيم انا كنت شخصيا هيك اسوي، والله لعب تلعب طوبه العب هيك، نلعب العصريات انا واصدقائي وصيحون. انا كل شيء اسمع احاول على الانجليزي، ولما نشيل ما اعرف اجي ابحث عنه او اسال صديقي هيك اتخبل بالانجليزي، حياتي كلها تحول انجليزي. احكي ويا نفسي، اقعد اصفن بيني وبين نفسي، اقوم اسولف مثلا، اقول انا باكر ان شاء الله لازم اشد حيلي واقعد الصبح اقرا انجليزي. اقول بيني وبين نفسي tomorrow I have to ووك اب ويك اب، اقوم اخربط، لا ماضي ولا مضارع، لا بعدين الى ان تستقر الامور. وهاي صارت اموري، زين عرفت الجمله صارت الامور طيبه. فالنقطه الثالثه يا اخوان، ضروري جدا تحول كل شيء تسمع بالانجليزي. زين يعني اخبار حاول تسمع بي بي سي. استاذ انا كل شيء ما افتهم من البي بي سي، حتى لو ما تفتهم ما لك علاقه، حاول تسمعه وشوف لك كم كلمه تلقطها اذا انت مستواك ضعيف جيد جدا. اذا ما دام مستواك جيد فاصلا راح تطور انت اكثر واكثر ب الاخبار بسماعك. النقطة المهمة اخرى، راح تمر بفترة فتور وتعب، هالشي كلش عادي اخوان. يعني انا مرات من اقعد اريد اتعلم، يعني بين فترة وفترة من اشوف كتاب يعجبني اريد اقرأ، اقرأ الفصل الاول وامل، او بعدين اقول والله انا مو من هذا البشر، كذب، انا مستحيل انا مثل هذول الناس اللي هم يحطون كتب ويقعدون يقرون، والله العظيم. بعدين اقول في الشي اللي هم هذول الناس ايش بيهم؟ يعني اقعد احط الكتاب افتح اقرأ وكمل. فراح تمر فترة تعب وارهاق وتحس نفسك انت الدنيا مسدودة بوجهك، هذا شيء جدا طبيعي. اخذ بريك وبعدين ارجع كمل، اخذ بريك وارجع كمل. يقول الله سبحانه وتعالى في
القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني يا ناس اللي أنتم آمنتم جددوا إيمانكم. تخيل، هو دين الله سبحانه وتعالى أنزله من الله سبحانه وتعالى أنزله، وإحنا لازم نجدده. شلون ما أنت طموحك ما لازم تجدده؟ فضروري جدا، يعني من تحس نفسك تمل وتتعب عادي، راح جدا طبيعي، أهم شيء تستمر. السؤال الأهم: شلون أبدي وعلى شنو أعتمد حتى أنا أتعلم لغة إنجليزية؟ اخوان، انتم تعرفون كلش زين طبعا اللغه الانجليزيه ومستويات. اكو شخص مستواه كلش ضعيف، اكو ناس متوسط وهم غالبيتهم متوسط، اكو ناس مستواها زين بس تريد تتقدم اكثر واكثر. انا اليوم راح اعطيكم مصادر كلش حلوه راح تفيدكم ان شاء الله بتعلم اللغه الانجليزيه. طبعا هذا هو الموقع الاول، كلش كلش راقي. موقع هذا به مجموعه كتب، وهاي الكتب مشروحه مع عفوا بها اوديو، بها اوديو صوت. يعني مثلا على سبيل المثال خلينا ناخذ هذا الكتاب، يقول Speak English Around Town. هذا Speak English Around Town، هذا الكتاب فتحناه راح نطبع على الدرس الأول. الدرس الأول طبعا هنا ما طبيت على الدرس الأول، طلعت لك محادثة. شوف اسمع الدرس الأول. طبعا كلش حلو ترتيب الكتاب مثل ما تلاحظ، بعدين يعطيك الايديومز الغريبة اللي انت ما تعرفها، واللهجة كلش حلوة بحيث واضحة ما تعبك، مصطلحات حلوة، وكتاب صراحة يعني مفيد وحلو. يعني هذا على سبيل المثال، اكو كتب اخرى جدا تفيدك. انا هذا الموقع هواي هواي طورني صراحة، يعني جدا جدا استفاديت من عنده، او بمجموعة كتب. لا اتمنى من حضرتك ما تظل تقمز من كتاب الكتاب، ضروري جدا يا اخي عزيز، الله يحفظكم يا رب. خذ لك فد كتاب يعجبك، لهجته بسيطة ولغته بسيطة، وابدع لي يوميا تاخذ لك درس. طبعا شوف هذا، شوف هذا، هذا اربع ست كتب، هذا الموسم هذا كتب، هذا مكتوب عليه 4000 كلمة. فكرة الكتب هي عبارة عن فيديو قصص، وكل قصة بها كلمات غريبة. يعني مثلا أحكي لك على هاي القصة الأولى اللي هي تحكي عن الأسد، ويعطيك الكلمات. هذا كتاب كلش حلو، كلش كلش حلو، يعطيك كتاب عن الأسد، يحكي لك عن الأسد وعن الأرنب، حكى لك القصة كلها وطاق كلمات غريبة بيها، وطبعا لغة بسيطة. يعني يقول A cruel lion، أسد قاسي، lived in forest، عاش في غابة، every day. هاي هنا ترجم الكلمات الغريبة، صراحة كلش كلش مفيد. هذا الموقع حلو صراحة، أنا أنصحك تتعلم من عنده، ومرتب يعني ما يحتاج تشتري، ولا مجرد تحط ورقة وقلم تكتب الكلمات الغريبة تحفظهن، وتبدي إن شاء الله تقرأ على هذا النظام. يوميا تاخذ لك يونت كلش كافي، الصبحيات حاول ترتبهن أحسن. كون الموقع الآخر اسمه إنج فيد، يعني إنجلش فيديوز. هذا هو عبارة عن مجموعة مدرسين ويسوون شروحات. طبعا من تدخل على الموقع تشوف هذول المدرسين كلهم، وعلى اليوتيوب صراحة كلش حلو، ولهجته بسيطة، أنا يعجبني هذا. طبعا هذا هم حلو، هذا بريطاني لهجته، آدم اسمه، وهذا أيضا مستر جيمس أعتقد اسمه، إيه هذا وينه. كلش يعجبني صراحة، لهجته حلوة ولغته بسيطة. يعني تخيل شوف فيديوهاته كلش مرتبة وحلوة، وفيديوهاتها قصيرة، يعني تخيل 15 فيديو 15 دقيقة، وظل تسمع بيهن انت يعني، وأي كلمة غريبة ما تعرفها تكتبها على صفحة وتحفظها، بعدين تسمع الفيديو مرتين ثلاثة، حتى أعتقد هسه بالجديد ضافوا ترجمة، يعني كلش حلو. الطريقة الأخرى إخوان وهي الكتب، ويعني سماع الكتب اللي مثلا هسه هاي، مثلا هذا كتاب العادات الذرية. طبعا هذا هو كتاب كلش حلو، انا صراحه جدا جدا فادني وغير حياتي صراحه حرفيا، هواي استفادت من عنده. هذا الكتاب انا كنت شو اسوي له، اشغله باللابتوب واروح اكتب العادات الذريه بالانجليزي، طبعا Atomic Habits، اكتبي هذا الاسم يطلع لي مسموع، يعني اسمع واقرا، وين ما اشوف كلمه غريبه اكتبها واحفظها، وأظل أسمع مرة مرتين، هم يطورني، يطور فكري، وهم يطور اللغة الإنجليزية مالتي. كنت مرات صفحة ما أفهمها عادي، أعيدها 3 مرات 4 مرات يلا أفهمها. فهذا كتاب موقع جدا مفيد. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو،
أتمنى تشتركون بالقناة، وأي سؤال أو استفسار أنا حاضر. تحياتنا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.